شاهدي الكرام، السلام عليكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بصمات. انا الكتابه بالنسبه لي ليست ترفا وليست نقشا في آنية. الكتابه معاناه، الكتابه معرفه، الكتابه اكتشاف، الكتابة إفصاح عن أزمة. كل ما كتبت يصدر عن تجربة. في الخارج الإبداع، الإبداع مهنة. يعني حتى الكتاب ما يسمونه كتاب، يسمونه منتج، مثل ما تنتج أي سلعة، كذلك اللوحة. ما يقول لوحتي، يقول إنتاجي. هذا الجانب أيضا الاقتصادي، خلينا نقول عليه، والتسويق بالنسبة للمجتمع وقبول المجتمع له أيضا مفقود عندنا. مفهوم الأستاذ يوسف لما جاء، وأني من المعجبين ببدايته بالستينات، خط كان على تحية فلسطين حق هذا ثلث ما عادي، فوجوده يعني خلى الخط يتحرك، نهضة خطية بالموصل.